فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الصلاة الرباعية إذا قصرت فهل يتورك المصلي فيها؟ لا، الصلاة الثنائية سواء مقصورة أو غير مقصورة ما يتورك فيها، إنما هذا في الزائدة على ركعتين مثل المغرب، مثل العشاء، الظهر، العصر، الصلاة التي فيها جلوسان يتورك في الأخير وفي الأول يفترش. أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فيفترش فيها ولا يتورك. نعم.